يقولون انه بالعراق اكو 10 مليون عامل، من بينهم مليونين عاطل و6 ملايين عامل بالقطاع الخاص، مضمون منهم 600 الف فقط من اصل 6 مليون او مليونين، يعني 10% بس من العدد الكلي. اذا هيك ولو كنت بمكان وزير العمل ما صدرت اي تصريح بمناسبه عيد العمال، اهني بيه العامل اللي انا اصلا مقصر بحقه وهوايه. اقرار القانون ليس انجاز اذا كان تطبيقه اعجاز. شنو الفائده من قانون تقاعد العمال وكفالته عمليا لم تتجاوز 10% من متطلبات، لا من خلال توفير الامكانات ولا توفير البيانات ولا تحديد الضمانات، والتشويش حاضر موجود سواء من الحكومه او القطاع الخاص. وكذلك قانون العمل وحتى الضمان فهو بائس يائس لحد الان. الراتب بعد المعاملة والتغيير والباحث الاجتماعي والتحليل وتفسير الحالة والتأويل ما يتجاوز راتب الرعاية الاجتماعية بأحسن الأحوال 300 ألف دينار. هذا مو حل. الحل يا أخي مو بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الحل بيد مؤسسات الدولة اللي إلها صلاحية تنمية الطاقات الإنتاجية. والله لازم تستحون وانتو تاكلون وتلبسون وتركبون مما تستوردون وما تنتجون. واللي قالوا استثمار كان مجرد دعم لاطراف متنفذه استاثرت بمليارات الدولارات من المبادرات بمشاريع استهلاكيه ما الها اي قيمه بل ضاره لا نافعه لا انتاجيه، مثل المولات الفاشله اللي بدت وحده ورا اللخ السد ابوابها الا قليل منها بعد ان استنفذت الغرض منها. هذا يا غرض غرض اللي يرجح المراقبون انه هذه المشاريع والاستثمارات اللي صارت اغلبها غسل اموال لا اكثر. نريد معامل، نريد مصانع ومزارع ومؤسسات انتاج كبيره عراقيه محليه نكتب عليها فخر الصناعه الوطنيه. ذاك الوقت ما راح نلقى لا عاطل ولا متطلب ولا متطلع لحق المهدور ولا دوله تدوخ بكتابه الموازنه طيله العام او ترجع تخربط بالموازنه خلال العام او تبكي 24 ساعه وتقول العجز العجز يا ناس عايشين على حرق الدولارات القادمه من النفط والبطاله المقنعه غير المفسره. سووا معامل مصانع ورش خطوط انتاج حتى من المنازل مثل ما سوت الصين، حتى الارامل والطلبه شغلوهم من المنزل. خطوط الانتاج المنزليه مثل الخياطه المرحليه او تركيب قطع المعدات التجميعيه مو فد اختراع صعب، يعني على العقول الطبيعيه مو فد اختراع صعب، يعني بس جيب عقول شويه تفكر، والاهم من كل هذا ضمائر تتحرك وعزيمه القائد صاحب القرار. ذني موجودات لو نطلع فاصل الله اعلم.